جدين بيك حضرته بقرب ما اجى اليوم على الوظيفه. لو قلت لي خابره قبل ما تعذب حالك. كان في بيني وبينه موعد. رياض بيك تعبان شوي. خير؟ كان رايد يروح على البيت يرتاح. بعتي لي. حاضر. مين؟ أبوك بده إياك. رجع؟ أيوة. طيب أنا جاي. شمشي؟ شربان؟ أنا ما راح أقابله. قولي له طلع على البيت، تعبان وطلع على البيت. رمزي أفندي بمكتبه؟ رياض؟ أنا تعبان، طالع على البيت. بعدين بتروح، تعال لعندي. شايفك مو طبيعي. لا تكون شربان. لهو وصلت معك تشرب بالنهار واثناء العمل؟ كانت اعصابي متوتره. يعني بهالحاله رح صير مدمن خمر. انت اذا استمريت بالشرب رح صير مريض وعاجز عن التفكير والعمل. اسف، ما عاد اشرب. طيب ارتاح. سعاد؟ ايوه. بعتي لي فنجان قهوه سكر قليل. حاضر. رياض اسمع مني هالكلمتين. لما كان عندي المعمل كان كل ثروتي
ولما راح صفيت على الحديدة. طبعا زعلت كتير وصرت اشرب لانسى، لكن بلحظة تفكير وصحو تركت الشرب اللي كان عم بيخدر عقلي وتفكيري، وصرت خطط ابني من جديد لوقت ما وقفت على رجلي وصار معي مصاري اكثر مما كان. رياض، انا ما راح تملك للابد ابدا، لذلك بنصحك تمتنع عن المشروب قبل ما يشل عقلك وتفكيرك ويقضي عليك. العمل بالريف ما له حلم رومانسي مثل ما انت عم تتصوري. إذا مشان الكهرباء والمي فأنا بقدر أعيش مثلكم. المهم أطلع على الحياة اللي عم تحكي لي عنها وكأنها عالم مجهول. هلأ بكير علينا للتخرج منشوف. هاي، تسمحولي أقعد معكم وإدعيكم على فنجانين كافة؟ آسفين. هنينا يا إيمان، بكرة أنا ورولا رح نكون أسعد خطيبين. إيه قومي إيمان. إيه لوين شيري؟ بعد بكير، بعدين إذا رايحين على البيت أنا بوصلكم إيه بسيارتي. شكرا. إيه بعدين شيري. إيه طيب شو رأيكم نطلع بالسيارة نكزر شوية؟ وليد بكفي. ليش لا بقى؟ إيه طيب اسمعي لقلك، الماما هلا عندكم عم تخطب لياكي. ايه مثل ما عم قلك، وانا رح اجي معكم، شو رايك؟ يلا شنقليني. ابعد هيك يا غليظ. اي يلا معلش دفشي على دفشي. بتحبيني؟ ايه اثنينات ولا بقيل لبعض؟ الله يحفظك. تعرفي إذا صار إن شاء الله نصيب بيكون اثنين حظهم بالسماء. إن شاء الله. مرحبا ماما. أهلا رولا. أهلا أهلا بعروستنا الحلوة. أهلا طانت. تاي روحي عدي جنبي. معلش عندي دراسة. هلا وقت الظهر؟ بتعرفي بكرة عنا مذاكرة. معلش يا روحي بتذاكري بعدين. طيب هلا عدي جنبي، عندي خبر حلو كتير بدي إليك يا عادي شوي يا رولا. معلش. أي شو جنبي حسيت بألم شديد، الألم كل ماله عم يزيد. رولا اتصلي بأبوكي بسرعة. سلامتك يا ابني سلامتك. شو طلع معه؟ التهاب بالكبد من كتر الشرب. خلص رياض وعد بشكل قاطع ما يدوق. الدكتور خايف ان استمر بالشرب يصير معه تشمع بالكبد. شو يا رياض؟ رح تترك هالبلوي ما هيك؟ اوي موجوع؟ طيب خلونا نتركه يرتاح. ألو رولا مساء الخير. خطيبك
شو بها رولا؟ ما بها شي. سلمت عليها ما ردت. ما عم تحكي مع حدا. انتو لساتكم متزعلين؟ رولا عنيدة. وانتي الاخت الكبيرة والمفروض فيكي. خلص شيلنا من هالموضوع، خلينا نطلع نشرب فنجان قهوة. متواعد مع رفقاتي نطلع نتعشى سوا. رفقاتك اهم مني؟ لا، بس صار لي زمان ما شفتهم وما طلعت معهم، عاتبين علي. شو زعلتي؟ وهمك هالشي؟ كيفو رياض؟ منيح. سلميلي عليه. مع السلامة. الله يسلمك. أبو رياض، أم وليد صارت جاية مرتين من شان رولا. أنا سألت عن الولد، سمعته ما هي كويسة أبداً. رولا هيك قالت. أنت حكيتي معها بهالموضوع؟ حبيت شوف رأيها بوليد. الولد ما بيطلع من ستوريهات أبداً وبيلعب قمار، هيك قالت لي رولا. هشام بيك صديقي، صحيح غني كتير وعائلته محترمة، لكن ابن وليد دخيلك بلانا هالوقع. وانا هذا رأيي كمان. انا بكرة بشوف ام وليد وبقلها. لا 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 تقلي لها شي. ليه؟ شو فيها؟ في مشكلة تانية. وشو هي؟ في مناقصة ضخمة كتير، وشان بيك منافس كبير بالنسبة لي. اذا دخلنا المناقصة متفاهمين انا وياه بيكون احسن. أنا لازم أرضيه بطريقة ما وخليه ينسحب للمشروع ويرسي المشروع علي. بتعرفي إذا رسم مشروع علي قديش من حقي ربح من وراء هالعملية؟ أنا ما بيهمني غير سعادة بنتي. أم رياض، نحنا ما لازم نزعل هشام بيك بالوقت الحاضر قبل ما تنتهي هالمشكلة. بس مو على حساب رولا. نحنا ما رح نجوزه إياها، لكن شوية مجاملة لوقت ما يرسي المشروع علي، وبعدين منعطيه جوابنا بالرفض. في طلاب جامعة برا بيريدوا يقابلوك. طيب خليهم يتفضلوا. حاضر. تفضلوا. اهلا وسهلا. خالد عزة، ادب عربي سنة اخيرة. شرفنا. مرحبا. اختي امان فلسفي. مروان زهدي تاريخ سنة اخيرة. اهلا وسهلا، شرفتوا. تفضلوا استريحوا. شكرا. ما رح ناخذ من وقتك كثير استاذ احمد. ولو نحن اعضاء في اللجنه الثقافيه، رولا حتما حدثتكم عن ندوتنا. ايوه، وانا فخور جدا بندواتكم وبالنقاشات الجاده اللي عم بتدور بهالندوات. رولا خبرتنا انه ما عندكم مانع تشاركونا بهالندوات. بكل ممنونيه. طبعا هذا شرف وكسب لنا. ولو العفو. نحن جايين باسم اللجنه الثقافيه نطلب منكم تقدموا لنا محاضره. تكرم. بس على شرط تكون جريئة وصريحة. أنت حتما صديقة رولا الروح بالروح. بالضبط. شو عرفك؟ نفس الأسلوب المتحمس. غريب، رولا ما هي معكم. وصلتنا لباب المكتب وراحت. وليش ما طلعت؟ قال إنه في عنده شغلة ضرورية. بتحبوا نحدد الموعد؟ شو؟ ما في سلام؟ مساء الخير. مساء الخيرات. انتو لسه زعلانين من بعض؟ لا ابدا. حزري مين اجا زارني اليوم؟ اللجنة الثقافية. قالوا لي انك وصلتيهم المكتب ورحتي. مظبوط. وليش ما طلعتي؟ هنين بيكفوا. رولا انا وافقت القي المحاضرة مشان خاطرة، ما هيك؟ فعلا. عن اذنكم. شو بارولا؟
اهتمامك الزايد عم بيضايقها شوي. حامد افندي، بدي اياك تشتري لي خروفين كبار مشان طحيهم على العيد. شو رايكم مجد الدين بيك بدل هاللبكه بالتوزيع والذبح نشتري خروفين ونعطيهم لشي جمعيه خيريه هي عندها اسماء فقراء حقيقيين بيوزعوا عليهم اللحم بشكل افضل؟ لا 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 لا، بعدين الناس الفقراء اللي اعتادوا ياخذوا نصيبهم من عنا بيظنوا انه ما ضحينا هالسنه، خلينا مثل عادتنا بيكون احسن. مثل ما بتريد مجد الدين بيك. بكره محاضرة اختك، ما بتروحي؟ لا خلينا نحضر ونشجعها. ما بدها تشجيع. لو حضرنا بتشوف حالها قد الدنيا. اذا مشتهي تروح روح لوحدك. هدى مشتهي نروح سوا. انا ما بحب المحاضرات، كله حكي فاضي. محاضرتي كمان؟ انا ما بدي اياك تنزل لمستوى الاولاد. عيبك يا هدى انك دائما بتظني حالك فوق كل البشر. ممكن نمشي؟ نلتقي بكره؟ ما بعرف. ممكن بكره سافر واشتري الكمبريسات. لا لا لا، انت تابع شغلك، انا راح ابعت واحد تاني. مجد الدين بيك خايف تكون ثقتكم فيه تزعزعت. لا 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 ابدا، انا ناوي ابعت الاستاذ احمد حتى يتمرن شوي على الاعمال التجاريه. هيك الواحد بيستقبل خطيبته؟ كنت متوقع انه كل شيء بيناتنا انتهى. انت ما رحت على المحاضرة؟ ولو رحت كنت واثقة انك ما رح تعملها. موقفك زعجني وجرحني كتير. انا اسفة. الاعتذار ما بيمسح الجرح. اللي شو بيمسحه انا مستعدة اساوي. ما تصرفي هيك مرة تانية. على شرط. ولا شرط، والا رح تخسريني. وانت كمان رح تخسرني. بيكون ما في نصيب. وبهون عليك. إيه حضرتك امبارح كنتي رح تنهي كل شي بيناتنا مشان محاضرة. كنت غلطان. خلص أنا جاي اليوم خصوصي لصالحك وأعزمك على العشاء أنا وإنت بس. يلا نمشي. ما بقدر، أبوكي طالبني مكتبه بشغلة ضرورية. طيب بنمر عليه وبعدين نطلع نتعشى. يلا. في شغلة مهمة كتير بحب تساعدني فيها. خير. إذا أمنت لي هالشغلة عمري ما رح أسألك إياها. أحمد ممكن يأثر يا بابا. أحمد أنا متاح الطريق وطلع في صخر كتير ومدة التعهد قربت تنتهي والكبريسات اللي عندي ما عم بيكفوا، لذلك لازمني حفارات تانية. طبعا مثل ما بتعرف إذا بدي جيبهم من أوروبا بتستغرق الشغلة مدة طويلة، لذلك ما في قدامنا غير نجيبهم من شي بلد مجاور. طيب وشو المطلوب مني؟ بدال الرياض المرضان تسافر أنت. أنا؟ وتشتري الكمبريسات. أنا بهالشغلات ما بفهم. لا لا لا، الكمبريسة معروفة وسعرها مبين، والتجار اللي ممكن تنوجد عندهم راح أعطيك عناوينهم. بس اللي بدي اياه منك لا تخليهم يشعروا بلهفتك على الشراء،
بعدين إذا عرفوا أنك ناوي تشتري عدد كبير يمكن يرفعوا السعر. والله أكيد رح نكشف بسرعة. لا 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 ما رح تنكشف، كونك جديد على الصنعة ما رح تلفت نظر التجار. أحمد ولو اختلف السعر شوي اشتري كل الكمبريسات بيوم واحد. لكن يا أبو رياض، بعرف بعرف بالنسبة للوقت اللي راح تضيعه راح أحسب لك 10% أتعاب مع عدا المصاريف. بداية كويسة يا أحمد. أبو رياض أنا بهالأمور بس يتم التحميل والشحن خبرنا ليطلع حامد أفندي لإدخاله. يلا حضر لي حالك بكرة الصبح بتسافر. ما بقدر، أنا عندي دعاوي وجلساتهم بكرة. إذا بكرة صعب سافر بعد بكرة. طيب إذا نجحت بهالشغلة يا ابني ممكن رتب شغلات تانية نستفيد منها منيح كلياتنا. أكيد رح ينجح يا بابا، وبكرة رح تعتمد عليه كتير. هدى هدى، أنا إذا بدي ساعد أبوكي بهالشغلة فقط لأنه رياض مرضان وأبوكي محتاج ومضطر، لكن أنا محامي ماني تاجر. كيفك اليوم؟ أحسن. لولا مرضك أبوك ما كان ورطني بهالسفرة. وإمتى رح تسافر؟ بكرة. دايلي توفى بهالشرويز، هي أول مرة بصير فيها تاجر. إذا بابا حط إيده عليك مستحيل تفلت منه. أيوة أيوة يا أحمد أنا سامعك. خلاص اشتريت؟ عظيم عظيم. اسمع يا أحمد، حامد أفندي الساعة 4 راح يكون على الحدود. إيه بنشوفك المساء. مع السلامة. احكي لي شو كمان؟ هاي كل الأخبار. والنوم ارتحت فيها؟ نزلت بأفخم الأوتيلات مثل كبار رجال الأعمال واشتهيتك معي. بعرف أحمد بابا مبسوط منك كتير. ايه طبعا أنا أم بالواجب. بابا قال إنك ما خليت تاجر واحد يلعب عليك أو يغدرك بالسعر. يا ستي في تاجر عنده 5 كومبريسات يمكن عارف إني محتاج لهم فحاول يرفع السعر. أنا بقى يا هدى مثلت عليه، تظاهرت باكتفائي بالعدد اللي اشتريته ومن طرف تمي قلت له الحقيقة إذا بتحاول تغريني بسعر أقل يمكن فكر واشتري اللي عندك كمان. وافق؟ بعد مساومات طويلة خصمني بالوحدة 500 ليرة. برافو أحمد. أنت حتماً عندك استعداد قوي وموهبة تجارية ممتازة. اوعى تقولي هالشي لأبوكي. من شو خايف؟ لا يطلع لك اليومين ثلاثة شغلة من النوع. شو فيها؟ أنت ب 48 ساعة ربحت عمولة 3000 ليرة، هيك مبلغ ما بتطالعه من المحاماة ولا بشهر. هدى لا تكوني مثل أبوكي، المادة ما هي كل شيء. بعدين أنا خلقت لكون محامي مو تاجر. هذا كلام هاد. الإنسان خلق ليشتغل ويربح، والعمل اللي بذر عليه دخل أكثر هو اللي لازم يتفرغ له. يا ستي الإنسان خلق ليشتغل صحيح، لكن قيمة الإنسان فعلا بأخلاقه وبعمله الشريف. شو القصة؟ ليش ما بتسلمي علي ولا بتحكي معي؟ زعجك بشي؟ لا ابدا. لشو هالتصرف لكان؟ من فضلك اترك ايدي. جاوبيني بالاول. اتركها احمد، اذا هي ما بتعرف الواجب فما في داعي تعذب حالك. شوفي كل ما اجى احمد بتقلب وشها فيه وما بتسلم عليه. صحيح يا رولا. ليش هيك عم تتصرفي؟ شو عمل لك أحمد لحتى عم تقابليه بهالجفاف؟ لتنبسطي. انبسط؟ مو هذا اللي بدك إياه؟ أنا؟ كنتي خايفة لأخده منك. تفضلي هي ما عاد تقربت عليه ولا حكيت معه، ساويتي اللي بدك إياه فليش زعلانة؟ كيف كانت محاضرتك؟ تصور يا عادل أنا ما قبلت حاضر بهالندوة إلا مشان خاطر رولا وحضرتها ما إجت على المحاضرة. وليش كل هاد متضايق؟ ما بعرف، أنا هالبنت ما لي قادر أفهمها، صايرة غريبة
كل ما حاولت احكي معها بتبعد عني وما بتجاوب. مزعلها شيء؟ لا ابدا، انا اول امبارح حاولت احكي معها واوقفها واسالها ليش هيك عم تتصرف، سحبت ايدها وركضت لغرفتها. قلت لك يا احمد رولا تحبك، وهي اعراض الصراع العنيف اللي عم يعتمل في اعماقها. طيب يا اخي لنفرض انه هالكلام صحيح، انا شو لازم ساوي؟ كيف لازم اتصرف؟ ولا شيء. محاولاتك للتحدث معاها والاهتمام بيها يأجج مشاعرها. يا احمد اذا بتعز هالبنت صحيح ابعد عنها، تجاهلها، اتركها لحالها لوقت ما تتخلص من العواطف. هشام بيك وزوجته وابنه وليد جايين يزورونا اليوم المساء. هدى خليكي انت واحمد الليله معنا بهالسهره. حاضر بابا. وطبعا رولا كمان. انا بكره عندي مذاكره والمساء راح لعند ايمان بدي ادرس عندها. بلاها الدراسه اليوم. السهره اهم من الدراسه يا بابا. الجماعه جايين خصوصي وانا لهالسبب بالذات ما راح اكون بالبيت. رولا لازم تكون معنا بهالسهرة. كيف بدنا نجبرها؟ اقنعيها، فهميها اني انا ماني موافق اطلاقا على هيك شاب، لكن لظروف معينة الوقت الحاضر مضطر اني ما ارفض، مضطر اني حافظ على صداقتي مع هشام بيك. فهمت عليك. حاولي معها يا ام رياض كرمالي. البنت عنيدة وخايفة اذا اجبرناها تحرجنا قدامه. رولا لسانها فلت وقاسي. خليها تساير اليوم بس مشان خاطر أبوها، وبعدين مثل ما بتريد بيصير. طيب معنا الليلة بس وبعدين ما بيصير الا اللي بدك اياه. يا ماما انا لا يمكن اطلع قدامهم. وبتزعلي ابوكي؟ يا ماما انا ما رفضته اليوم، بكره بيملي الجامعة كلها اخبار كاذبة عن خطبته وعلاقته معي، بكره بيوحي لكل طالب اني انا رامية حالي عليه. انا لا يمكن اقبله انحسب خطيبة لهيك انسان سخيف. ما بدك تلبسي؟ لا، الجماعة أصحابنا وعيب عليكي ما تقابليهم. فيكن البركة، انتو بتكفوا وبتوفوا. هشام بيك مليونير وما عنده غير وليد. يوم اللي رح يورد ما رح يصير أكتر من حمار محمل ذهب. فظاعة على هالسان، كل هاد بتكرهيه؟ احتقره كمان. الجماعة قربوا بيجوا، البنات ما خلصوا؟ أحمد، إمتى أجيت؟ بشوي. خلصت أختك؟ لساتها بقميص النو. وليش ما لبست لهلا؟ قال ما بدها تسهر معنا. قومي يا أم رياض، خليها تلبس بسرعة. حاولت معها كثير ما في فايدة. المسألة ما بدها عناد، الجماعة قربوا يجوا. طيب، هدى، قومي ساعدي وردة بترتيب الجاتو. الله يساعدني على هالبنت. ممكن حاول أنا أنه أقنعها؟ كون ممنونك. عن إذنكم. رولا يلا يا حبيبتي قومي البسي مشان خاطر أبوك. تركيها علي مرت عمي، أنا بقنعها. طيب عن إذنكم. شو بكي يا رولا؟ ما في شيء. مالك ملاحظة
انك متغيره كتير. زعلانه مني شي؟ لا ابدا. انت تقصدتي ما تيجي على محاضرتي ما هيك؟ انا تمنيت اعرف رايك بالمحاضره والانطباع اللي تركته في نفوس زملائك. كانوا معجبين كتير. كان بيهمني رايك. مو مهم رايي. بالعكس انا بعتز كتير برايك وبتقييمك لمحاضرتي. احمد ارجوك ارجوك تغير الموضوع. انتي ما بدك تسهري معهم لاني انا موجود ما هيك؟ لا ابدا. لكن ليش؟ لانه بده يخطبوني بالزور لانسان سخيف. قصدك وليد افندي. طيب اذا ما بدك اياه رفضيه. لهالسبب ما بدي اقابله. يعني مو لاني حاجه بدها تدللي. قومي بقى بكفي عناد ماله طعمه. انا مالي قايمه ولا لي لابسه ولا رح اسهر معكم. تخجلي احمد اجا لعندك خصوصي ليترجاك تسهري معنا. ارجوكم تتركوني لوحدي. انا مصممه ما اطلع. عنيده يا رولا. اذا قابلتيهم ما معناتها انك وافقتي. حاجه تترجاها ان سهرت ولا عمرها ما تسهر. تعا معي. ميرسي. اهلا وسهلا هشام بيك. شرفتونا. اهلا مجددين بيك. اهلا اهلا وسهلا ام وليد. اهلا وسهلا ومرحبا. شرفتونا. الله يسلمك يا روح. اهلين. اهلا اهلا بالعروس. اهلا اهلا يا اهلا. اهلا اهلا. الله لا يحرمنا هالامل حلوه. مساء الخير. اهلا استاذ احمد. اهلا كيف الصحه؟ الحمد لله. مساء الخير طنط. اهلا. شو ما شاء الله حسنه كمال. كيفك وليد؟ اهلا يا هدهم. اهلا كيفك؟ منيح. قولي لي شو فين الرولا؟ مساء الخير. اهلا حضرتك خطيب هدهول؟ ايه. اوعى تفضح السر. يا مامي عليك. طمني شلون صرت؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله. عروستنا مالنا شايفينها. هلا بتجي. شو الظاهر خجلانه؟ ومن شو بدها تخجل يا ماما؟ طول النهار انا وياها بالجامعه دايرين على كيفنا. ايه. عن اذنكم. اهلا مجددا. تفضل. قدام الجماعة؟ يا بابا رولا أرجوكي لا تحرجيني قدامهم. بابا قلن مرضاني. بدون مناقشة. قومي البسي بسرعة. وإن ما جيتي سلمتي عليهم رح أعرف كيف عاملك بالمستقبل. يلا قومي. ضروري تساعد مجد الدين بيك وتشتغل معه بالمكتب. يا ريت والله. يا ريت يا هشام بيك. استاذ احمد انسان ذكي واثبت جداره وكفاءه عاليه باعمال التجاره. التاجر الماهر بيربح اضعاف اضعاف المحامي. الموضوع ما هو ماده وربح يا هشام بيك. الموضوع رغبه وانسجام. أنا رأيي إنه الإنسان دائما لازم يتمسك بالعمل يلي بيدر عليه دخل أكثر. وبغض النظر عن مشاعره تجاه العمل؟ حلاوة الربح بتخلي الإنسان دائما يعشق العمل اللي بيربح منه كويس مهما كان نوعه. خير إن شاء الله. عروستنا بهالشي؟ لا أبدا.
لهلا ما شفناها. فعلا يا مامي لهلا ما شفناها. عن اذنكم لشوفها ليش تاخرت. استعجلي يا روحي اذا بتريدي، لانه وليد ما عاد يقدر يصبر بدون ما يشوف خطيبته. فعلا يا مامي بدي اشوفها. هلا بتشوفها. رولا، رولا حبيبتي، رولا، 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 رولا. قال شو؟ انتحرت لأنه فكرت إني أنا اللي ما بدي إياها. سمعنا إنه هي ما بدها إياك. بالعكس شيري، وحياتك يا خوخو، إنه هي ميتة فيي موت موت. والتقليعة هذيك اليوم كمان كانت تعبير عن الحب؟ لا شيري، بس قال كانت عم تتمرن على الغزل الحديث، إيه. حدا بيساوي بنفسه هيك؟ الموت أهون من إنه إنسان ما خطيب إلا هيك إنسان سخيف. بس ما حدا بيقدر يجبرك. ما كانوا راضيانين يرفضوه بشكل صريح. مهما كانت الظروف، التفكير بالانتحار جبن وضعف وهروب صبياني من مواجهة المشكلة. لما الإنسان بيحس حاله وحيد ما حدا عم يساعده أو يحاول يفهم، بتضيق في الدنيا، بيكره العمر اللي عايشه. للرياض نورت المكتب يا رياض. استريح. ألف الحمد لله على السلامة. شكرا. خير؟ مزعوج من شيء؟ أعصابي مشدودة، حاسس كأنه عم تتمزق. ما أعطاك الدكتور شي مهدئ؟ أعطاني وقال لي اشرب بابونج، ما عم يأثر. لو سمح لي اشرب شوي او انقطع بالتدريج كانت اعصابي هلا هديت. خذ يا رياض، خذ جرب هالحبه. شو هي؟ بتفيد كثير. اكيد بتهدي الاعصاب وبتريحك كثير. ليش؟ انت اعصابك. انا كنت مثلك اشرب من غير وعي. وهلا بطل؟ وقدرت؟ بفضل هالحبوب يا رياض. يعني هالحبوب عم بتهديك؟ وعم بتخليني أسلطن. جربها. نخسر بوكيات ورد. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كيفك اليوم؟ أحسن. رياض قال لي إنك حملتني للسيارة. كنت ظنك أتقل من هيك، لكن الظاهر إنه دمك خفيف. أنا آسفة.
على السهرة اللي نزعتيها؟ على عذابك معي. ولو نحن دائما جاهزين وبيسعدنا نحملك في كل المناسبات. نحن تحت أمرك في كل لحظة. نيالك ما في شي بغيرك. وانتي؟ كل شي حوالي بيدفعني لأني اتغير. رولا التغيير ضروري، شرط يكون للأحسن. أنا عم أتغير للأسوأ. رولا مهما كانت الأحداث والظروف اللي عم تمر فيها، مهما كانت المشاعر اللي عم تستقب بأعماقك، سواء كانت حلوة أو مرة، بتبقى أمور مفيدة جدا لإغناء شخصيتك وإنضاجها. أنا ببعض اللحظات عم حس حالي إني ضايعة، ما عاد أقدر أعرف شو الصح وشو الغلط. أنا فاهم مشاعرك رولا. المؤسف في الحياة أنه سعادة الإنسان ممكن تكون على بعد خطوة واحدة منه، ومع ذلك بلاقي حاله عاجز عن الوصول إلها. يسلموا. تعرفي يا رولا، أنا بعد ما تعرفت على الشاب الظريف وليد وسمعت حديثه الممتع، أدركت سر تصميمك على هرب من وشه. يعني كان معي حق؟ طبعاً 100%. ما كنت بتصور يوصل حماسك لدرجة أيد فيها رولا حتى على الانتحار. Thank you.